تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين صباح اليوم في قصر البديع، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، التعازي والمواساة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى شيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويها الصبر والسلوان. وتقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي التعازي أيضا من معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون رئاسة، ومعالي الدكتور عبد الله بن محمد بن حيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي زكي أنور نسيبة وزير الدولة، والفريق السيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، ومعالي محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبو ظبي، وسعادة اللواء عبد الله خليف المري القائد العام لشرطة دبي، ومعالي سعيد بن محمد الركباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، والمستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، ومن كبار رجالة الدولة والمسؤولين، وعدد من الوفود الأكاديمية والتعليمية والمؤسسات العسكرية، وعدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسية العاملين لدى الدولة وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجالية العربية والإسلامية. وأعربت الجموع عن صادق تعازيها ومواساتها في هذا المصاب الجلل، راجين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.